بفضل الله ثم بفضل جهود حكومة المملكة العربية السعودية اللي تمثل منشآتها وهيئاتها منظومة وطنية متكاملة تسعى لضمان حماية البيانات الشخصية، ولهذا السبب صدر أمر ملكي بتأسيس مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومن أهدافه تنظيم حماية البيانات الشخصية بالتعاون مع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية. ولأن البيانات الشخصية أحد الأصول الوطنية الهامة، حمايتنا لها ومشاركتها بوعي تساهم في رفع جودة حياتنا.